السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد في سلسلة فيديوهات Number Crunch Statistical System. ده البرنامج الإحصائي المختصر بـ NCSS Version 12. معكم مصطفى أبو طالب، جامعة ولاية جنوب الأورال الحكومية روسيا. دلوقتي بقى إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نطبق على برنامج الـ NCSS معامل الارتباط كندل تاو اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، وبالمرة نطبق برضك سبيرمان على برنامج الـ NCSS. ده المثال اللي كان معانا ان انا شرحته لك عملي المرة اللي فاتت ازاي اتحل. ده امتحان الرياضيات، ودي درجات مادة الرياضيات اللي عال جابتها، وده امتحان مادة العلوم، ودي الدرجات اللي الطلبة جابتها. في حاجة هنا برضك، واحد هيقول لي يا دكتور طب ديت كمية، بيانات كمية، فانا هستخدم لها معامل ارتباط بيرسون. كلامك صح، مفيش مشكلة، بس انا ممكن برضك اطبق عليها برضك سبيرمان واطبق عليها كندل تاو. وفي حالة لو مثلا التقديرات اللي موجودة عندي كانت ترتيبية، كان مثلا على سبيل المثال امتياز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا، اقدر استخدم لها كندل تاو او سبيرمان. فانا على المثال اللي معايا ده دلوقتي انا عايز اطبق عليه مثال كندل تاو. طيب اول حاجه بنروح على برنامج ال NCSS زي ما علمتكم المره اللي فاتت، بس استاذنك الاول بس هنقفل شيت الاكسل عشان اقدر اشتغل عليه هناك. تمام، نقفل شيت الاكسل. تمام، اول حاجه هدخل على فايل، من فايل هدخل على امبورت، من امبورت اختار اكسل شيت، واختار اللي هو كندل تاو، ودوس اوبن. اختار التانية عادي، انت عايز تختار الاولى مفيش اي مشكلة. امتحان الرياضيات، امتحان العلوم، نيكست. ايوه انا عايز العمودين، فينش. بيقول لك والله نفس الرسالة التوضيحية اللي بتظهر كل مرة، الداتا احنا نزلت عندي على البرنامج وبنجاح، ولو حضرتك بنقترح عليك ان انت تحفظ ملف العمل علشان ما تفقدش الداتا. هقول له اوكي حاضر. هنا بقى دلوقتي بص ايه اللي حصل عندك، الداتا اهي نزلت اهي، والداتا اهي نزلت برضك في العمود التاني، بس العمود الاولاني هنا مسموهولي اكس، والعمود التاني مسموهولي اكس برضك. طيب انا احل المشكلة دي ازاي؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هتدخل هنا، ده هتسيبه اكس زي ما هو، والتاني المتغير التاني ده هنسميه واي. ده رقم واحد. طيب انا دلوقتي الاكس ده انا مش عارف بتاع ايه، ولا عارف الواي ده بتاع ايه. احنا الاكس ده كانت مادة العلوم، اسف، مادة الرياضيات، هاخدها كده واروح هنا عند الليبل اهي، جنب الليبل كده اروح كاتب امتحان الرياضيات. طيب والتاني كان امتحان العلوم. انا بعتذر لحضراتكم ان انا بس الكتابة باللغة العربية بتبقى في مشكلة عندي على الجهاز، لان الجهاز هنا مستسلم على الروسي والانجليزي، فصعب ان انا اكتب عليه بالعربي، عشان كده انا بسيبه في ملف تكست وباخدها كوبي وبيست. لحد كده مفيش اي مشكلة. اهو دلوقتي ده بقى اكس وده واي. انا دلوقتي عايز اطبق معامل ارتباط كندل تاو، وبالمرة نعمل معامل ارتباط بيرسون، اسف، معامل ارتباط سبيرمان. هدخل هنا على اناليسز، من اناليسز هختار عندي كورليشن، من كورليشن هختار اول واحدة كورليشن، بيقول لك من المتغير واي وفين المتغير اكس. هقول له والله بص هدوس هنا على مربع صغير، هقول له واي، خلي بالك هنا كان فيه، اها فين هنا الواي، اهو الواي، وادوس اوكي. تعالى هنا فين الاكس، اروح داخل هنا على مربع صغير، اهو ده الاكس اللي انا اخترته. فريكونسي، لا مش عايزين فريكونسي، روبوت، عايز الروبوت دي هتحتاجها. تعالى بقى هنا اهو، شايف ديت، دي بيقول لك هنا بقى ايه، بيرسون كورليشن. لا انا مش عايز بيرسون كورليشن، هنا بقى ايه، سبيرمان. انا عايز في سبيرمان بتاع الرانك، وعايز الكندل تاو بتاع بردك الكورليشن. تمام، وننزل تحت هنا بص كتب لك ايه، نان بارامتريك. ما هو فعلا اللي هو بالنسبه لي سبيرمان او اللي هو بالنسبه لي كندل تاو ده في النان بارامتريك. هنا ده سبيرمان وده كندل. الريبورت مفيش اي مشكلة، البلوت ماشي، يلا رن.
تمام. ده correlation report اهو. بص بيقول لك هنا ايه، بيقول لك اللي هو الواي اكسس فاريبل واي امتحان الرياضيات. بص اهو ده اللي هو معندي برضك التاني امتحان العلوم. تمام مفيش اي مشكلة. بيقول لك سبيرمان رانك correlation، بيقول لك اهو سبيرمان correlation اهو، ده معامل ارتباط سبيرمان اهو، ده معامل ارتباط سبيرمان اللي هو طلع بكام، صفر علامة عشرية، 95، قول قريب من 95%، ده اللي هو سبيرمان. والكاونت اللي كان كام خلية موجودة كانت 11، وده اللي هو الانترفال بتاع الكونفيدنس. مفيش مشكلة. تعال بقى التاني بقى، يبقى ده هنا انا ده اول واحدة ديت خاصة بمعامل ارتباط سبيرمان، لما انا قلت لك نجيب بالمرة معامل ارتباط سبيرمان. انا بقى المحاضرة بتاعت النهاردة بتاعت كيندل تاو. فبص بقى بيقول لك بقى ايه كيندل تاو كورليشن كوفيشن والكونفيدنس انترفال بتاعه. هنا كيندل تاو بص طلعت بكام، صفر علامة عشرية، 818. ده نفس الرقم اللي احنا حسبناه في المحاضرة اللي فاتت اهي. بص هنا كيندل تاو طلعت كام، صفر علامة عشرية، 818. تعالى هنا بص معامل ارتباط كيندل تاو، صفر علامة عشرية، 818، نفس القيمة اللي هناك. والكاونت طبعا كان ب11، وده اللي هو الكونفيدنس بتاعه. تعال بقى خلي بالك، انا قلت لك في الفيديو اللي فات اللي بيكون معامل ارتباط كيندل تاو لازم يكون اقل من معامل ارتباط سبيرمان اهو. ده معامل ارتباط كيندل تاو 0818، وهنا معامل ارتباط سبيرمان كام، 95%. طبعا معامل ارتباط سبيرمان اعلى اكبر في القيمة من معامل ارتباط كيندل تاو. ده بقى اللي هو بيقول لك ايه بيرسون كورليشن تيست. هنا عاملين لك بردك الكورليشن الاتش نوت اللي هو اللي بيكون معامل ارتباط الرو بتساوي صفر، وده معناه ان مفيش اي ارتباط. الالترناتيف هايبوثيس اللي هو الرو لا تساوي الصفر، ده اللي معناه اللي يوجد ارتباط. انا هنا ببص على مين، على البي فاليو. والله لو البي فاليو اهي، البي فاليو لو طلعت البي فاليو عندي اقل من 5%، يبقى انا في الحالة دي برفض الفرض العدم واقبل الفرض البديل، يبقى معناه اللي فيه ارتباط. يبقى مرة تانية انا هنا انا ببص عليه في الاختبار ده، اللي البي فاليو بقارنها بالالفا مستوى المعنوية 5%. لو البي فاليو اقل من 5% في الحالة دي برجكت الاتش نوت. ولما انت بترجك الاتش نوت يبقى انا هقبل الفرض العدم اللي هو البديل اللي هو الالترناتيف هايبوثيس اللي هو معناه ايه اللي يوجد ارتباط، يبقى فعلا ده موجود ارتباط. طبعا هو عمل لك ده اختبار ايه، بيرسون كورليشن. وبص هنا ده التاني ده سبيرمان رانك كورليشن تيست، نفس النظام. البي فاليو هنا طلعت بص عندك ايه بصفر، وهنا برضك عندك البي فاليو هنا بص 6 من 10 تلاف اقل، فده معناه ايه اللي هي دي طلعت الصفر. الصفر هو لما نيجي نبص هنا على سبيرمان، على سبيرمان كورليشن طبعا فرض العدم اللي هو مفيش ارتباط اللي هو معناه الار بتساوي زيرو، والفرض البديل اللي هنا يوجد ارتباط. طيب انا هنا هبص على البي فاليو، البي فاليو طلعت عندي هنا بصفر الى حد ما، فالصفر بيكون اقل من 5%، وده معناه ان انا هرجكت الايه الاتش نوت وهقبل الالترناتيف هايبوس اللي معناه يوجد ارتباط. يبقى اذا في عندي ارتباط لما انا جيت طبقت اختبار سبيرمان. طب تعالى لما نيجي نطبق على كيندل تاو، كيندل تاو تعالى بص هنا برضك فرض العدم اللي هو الاتش نوت معناها اللي مفيش ارتباط لان الار بتساوي زيرو. اما الالترناتيف هايبوثيس لما يكون لا يساوي زيرو، يبقى في الحاله دي يوجد ارتباط. نشوف البي فاليو، البي فاليو هنا 6 من 10 تلاف، ده معناه اللي هو اقل من 5%، يبقى انا هرجكت الاتش نوت وهقبل الالترناتيف هايبوثيس اللي معناه يوجد ارتباط. يبقى ده انا قدرت دلوقتي احلل الريبورت بتاع الكورليشن باستخدام كيندل تاو واللي هو سبيرمان. وطبعا اهم معلومة ان انا بركز على البي فاليو، علشان لو البي فاليو طلعت اقل من مستوى المعنوية في الحالة دي برجكت الاتش نوت واقبل الالترناتيف هايبوثيس. حاجة تانية اللي معامل الارتباط بتاع كيندل تاو لازم يكون اقل اهو. بص معامل الارتباط بتاع كيندل تاو فين هنا اهو، ده معامل ارتباط كيندل تاو لازم يطلع لك اقل من معامل ارتباط سبيرمان.
ان شاء الله المرة الجاية هنعمل برضك ملخص على الارتباطات، وهناخد اهم حاجة معامل الارتباط اللي هو الذاتي اللي هو الاوتو كولوريشن الخاص بالسلاسل الزمنية. نكتفي لحد هنا، واشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.